كان الأول التبادل التجاري بين أسوار أو بين مصر وأسوار أو السودان كان بيقتصر على نقل النهري من ميناء السد العالي حتى ميناء حلب، وكانت كمية الصادرات لا تتعدى 20% نتيجة ما كانش فيه تجهيزات اللي هي بتشيل أكتر من كده. بافتتاح ميناء قصدر نسبة الصادرات زادت حتى 60%، لأن الطريق البري سهل إن أنا أنقل عن طريق من أرخص وسائل النقل وأسرع، فزادت حركة التبادل التجاري. الحاجة الثانية أنا أحب أطمنك إن في فعلا شراكة أو في عاملين توأمة مع الولاية الشمالية للسودان، مع الولاية الشمالية محافظة أسوان والولاية الشمالية في توأمة بينهم، إن شاء الله يعني هتبقى لها مردود كويس جدا على التبادل التجاري بيننا وبين السودان. ثم مصر حكومة وشعبا لتطوير وتعزيز الشراكة والتواصل مع دول حوض النيل وشقائها الأفارقة، ليكون مردود ذلك هو الخير والنماء لكافة شعوبنا وبما يحقق المصالح المشتركة لهم، مع عدم اقتصار ذلك على نهر النيل أو العلاقات الرسمية فقط. So with all of these windows and vessels, let's Egyptian government, the Egyptian government and people interest to develop and guarantee companies and more communications with all river Nile countries and all of Africa present, expecting the result to be happiness and richness for all of our people. ونحن هنا في أسوان نعمل جاهدين على تقديم كافة التسهيلات وإزالة أي عقبات أمام هذا التواصل وقيام هذه المنافذ الجديدة بدورها على أهم الوجه من خلال التنسيق والتفاهم الجيد مع السفيرة أحلام عبد الجليل القنصل العام للسودان الشقيق في أسوان، وأيضا تبادل الزيارات مع الوفود الأفريقي.